أقبلت تجل فخر بنت الأصايل لابسه كب التخرج والمنالي شيخة الغزلان نادرة الخصايل أشرقت يوم التخرج والمعالي أقبلت تجل فخر بنت الأصايل لابسه كب التخرج والمنالي شيخة الغزلان نادرة الخصايل أشرقت يوم التخرج والمعالي ناجحة ومتميزة بين الأوائل ألف مبروك التخرج يا الغزال يا رهف يا بنت راعينا الجمايل افرحي يوم الدلع وام الدلال افخري وتفاخري فرحها فق الخيال كم رفعت راسها بين الأصايل واتباعها بك على كل الغوالي ابن أبوكي وارثه طيب الفضايل وادي المفلح وله طيب الفعال جعل في الجنة وفي أعلى المنازل في الجنان ويرحمه رب الجلال وعمك اللي بفعلها أنه ما سطايل هادي المفلح وشي كب التخرج والمنال شيخة الغزلان نادرة الخصايل أشرقت يوم التخرج والمعالي ناجحة ومتميزة بين الأوائل ألف مبروك التخرج يا الغزال يا رهف يا بنت راعينا الجمايل افرحي يوم الدلع وام الدلال افخري وتفاخري والراس الطايل بالشهادة عالية والراس عالي من جامعة الجوف حققت المثال اسم فني مختبر تقدير عالي ناجحة ومتخرجة بعزم ودلايل بعد مجهود وعنا طول الليالي بالشهادة العالية حست المثايل واعتليت المجد في روس الطوالي أمك اللي تفتخر فيك المثايل أم صقر اللي فرحها فق الخيال